هلو هلو ولزامي، المهم شوفوا ما تديوش على هاد الروينه اللي راه حدايا. انا بديت لكم الفلوق بهاد الزربه هكا لحقاش انا مزروبه خارجه، عندي ميتر الصراحه والله عندي ميتر. اش كنت باغا نقول لكم؟ اليوم خصني نمشي لابونك حقاش عندي واحد بتي بروبليم في لابونك. صراحه ماشي شي بروبليم، المهم بروبليم صغيور شويه. امشي حيت دابا انا نشرح لكم. انا كنت فاتحه اكونت في كل هيد فاش كنت في الاستيا قبل ما ندخل نقرا الصحابه ديال السوغ، يعني كنت نضرب رهوشه كنت فتحته وعمرني استعملته، فهمتوا البلان؟ دوكو دابا انا فاش وليت بغيت نفتح كونت اخر نسيت اصلا انني انا هذاك الكونت فاتحه، نسيت مشى ليا مباني نهائيا حيت عمرو كنت استعمله عمر، فهمتوا؟ دوكو دابا فاش بغيت نفتح كونت اخر على وديت الخدمه جديده حيت انا ديجا مزوله الكونت ديالي على وديت. انا كونت بالنسبه ليا هو ماما هي الكونت ديالي او لا بابا هو الكونت ديالي، زعما الا خدمت شي حاجه ولا شي حاجه ما كنخبيها عندهم ولا شي حاجه. ما انا ما كنبغيش نفتح كونت في لابونك، ولكن اوبليغاتوار دابا معايا خدمه جديده خصني ضروري نفتحو. فاش فتحتو مشيت لقيتهم يقولوا لي لا راه عندك كونت في نفس العلامه التجاريه. قلت لهم امتى؟ وما بقاو كيقلبوا عطاوني السنه بالضبط وقال 2015، قالوا لي 2015. قلت لهم ويلي انا عمرني بقيت كنفكر، لقيت راسي فري دوكو دابا غير خصني نمشي نبلوكي هذاك الكونت باش موراها نفتح كونت جديد. فهمتو حتى حاجه؟ نسرين يلا هي نسرين انا غاديه هاد الزنكه غادي واش مش معاه زيدي شويه هاكي بسي هاد وزتيفي. دونك لي زامي كنت هنا مع ولي اليوم لواحد الايفنت ديال ديال ميزون شوكولا هنايا في مدينة تونس اللي كمل العام واليوم احتفلوا معايا كان هكا صحابه من الاخرين ديكو فوالا. انا بصراحه بسبب بازيك درت لي زاكسسوار كاملين في البلوك. شوفوا خويت بلي ديك المره قلت لكم نبارطاجي معكم بارطاجيش معكم، ها هو خديت معاه هاد السنيسيله وهنايا شفتكم عارفين انا كنت كل شيء سامبل باش كنطلع صحه الميك اب. انا وريت لكم هنا شوفوا ميك اب حلو ملكشي صراحة غير كيوت ما بقاش نعم ناس ضربي الحطة والهتة هما كي الله يستر. علاش الله يستر؟ صافي خليني كلاس. خليكي كلاس؟ سكتي ولا جبت داك الكبوط الغاص؟ ما شاء الله بلا شو انا مزعبه نقول لكم شنو هو كبوط الغاص ولا لا؟ يبدو عيسى هو ميزون دو شوكولا ما كان شي حاجه ديال الدردله كتلقى لها حلوه. ما نفلتوش الحيوان ما نفلتوش الدردله ديال الشكون عندنا النافع اجا عندنا اجا اجا شوفوا شكون وبغيتونا ما نشطحوش وبغيتونا ما نحيحوش سيدي عدنان تحياتي تحية واحترام تقدير ان شاء الله ضروري يوتيوبر يوتيوبر الله يكمل بخير الله يكمل بخير الواجب هذا الواجب هذا شرف لينا نكونوا معكم الله يكمل عليكم بخير الله يبارك فيك يا رب احلى شكورة الحمد لله ميزون دو شكورة قولي له سيداتي سادتي قولي خدني ولا سيداتي سادتي في الميكرو لا 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 مرحبا وعرف مرحبا احلى مرحبا انا جنونة شوفي تبارك الله على جنونة سيب النساء صوت جميل.
بس بعدها في السباق مش ذاك اللي كنت كنا واحد البالي وشو يزد الموسيقى يزد أهز راسي بطرسي شوف يا أنا ما قعدت شوف أنت سهل بس في الراني وش أنا في السباق يا لما شوف انا كان في اليوتيوب هذه فضيحه بنات في اليوتيوب المغربي لما كان يبقى نداو درنا بقيت في عمر 15 ما تسخرونيش معاكم واش تزيد هذا الله واحد شويه لا ماشي بتبيهم من لبسهم نفسهم فقط كسمع تخرقب في الدار ونلقى على ان بابا وماما وخالتي اويلي كنت فوا في لي فيديو ديالي وكنعس لي فيديو ديالي اويلي يمكن شعلا يمكن المهم هاد صوت كيما قلت لكم بابا وماما وخالتي راهما كيغرسوا الجردل لتحت راهم جالسين كيزحموا من الصباح حتى ما خدام للناس ايوا صافي قلت نهبط نبارطاجي معكم اش كيديروا وصراحه باغا والله ما عرف شو باغا ندير اليوم انا باغا ندير شي حاجه صافي ما عرف شنو هي هذا ما كان مراهم من تحت قاسي كيقادوا راه تكون عندهم تحت سو كيف ما كتشوفوا هذه هي الجريده هادو شي شقيفات مازال ما مغروسينش إيه هادوك ديجا راهم مغروسين مهم حنا العائله عندنا تحب الغرس والطبيعه واللي بغيتو المهم هنايا هادي اي ثينك وقيله خالتي درا لي قالت بابا ولي لابس الاحمر راه قالت كتعاونوا باش يقاد حيت بابا هو كان كيتكلف كل ما له علاقه بالغرس هنايا انا كنلعب مع القطه ديال خالتي ايه هنايا بابا راه قاس كيغرس دابا هاد البلاصه هادي دايره على الدار دير احفروا هاد الشفنات هادو حفروهم دورهم كيف ما دايره الجرده كيف ما دايره باش يدرقوا على الجيران بعيد باش ما يبقاش الجيران ملي يجلسوا يشوفوهم جالسين في الجرده دونك هادشي علاه راهم جالسين كيحفروا ايوا هما كيحفروا انا كنصور بيان سور ديرهم راه فين
وهنايا حفروا في الارض، انا غنوريكم حفروا في الارض باش يديروا الغرس باش داك الربيع يطلع. باش على ما جا فين يجي الصيف تشخد القضيه وتجي الجلسه زوينه هنايا، نديروا شي ديطاب هنا ولا شي بيتيكات فين يبقاو يجلسوا بالصيف من يكون من يبغوا يتبردوا داكشي. دونك غنحاولوا باش على ما يجيو فين البلاد العباس يكون الشجر شويه كبر ويدرقوا على الجيران. حيت دابا فهمتوا الا جلسوا هنا الا جلسوا بحال دابا هنايا الجيران هنا غيشوفوهم. فهمتوا اموريكم بحال اش بغاو يديروا. بحال ديجا دايرينها في الانفاس هانتوا بحال هاد البلان. فهمتوا شوف تبارك الله هنا الشجرات كيطلعوا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله نقرا الفارق. الزمين بقيتو حنا جايين انا وبابا نشوفو الحليم ديال العيد. تشمو الريحة ديال الخرفان. حنا بابا جايين شتنا نشوفو الحوالة ونشوفو الاسمينة ناخدوه وجهو ابيض. عرفتي كنت صغيرة بابا مش كان حولي كنبقاو نتشرطو عليه بغيت وجهو ابيض الاخرى كتقول بغيت كرونة مدورة كيمشي السوق وكيبقاش عارف راسو واش غيشري حولي ولا خصو يصنع حولي. ولكن دابا اللي لقينا اللي لقينا صافي كبرنا زعما. ما خرجت من الطونوبيل ما كان صحاب لا غنزلو وهي تخرج لابسه واحد فضيحه. انا قلت لهم كنعرفك شنو كرسى هذاك قال لي سلام بعا مش حال دابا اثمينة ماما بعا اجي عرفتي ولقينا انا كدير لي يوتيوب وراه يوتيوب ما كتبانيش من التحت راني راهي بالبيجاما انا خرج بالبيجاما ماما تخيلوا البيجاما شوفوا شوفوا شنو قريكم واسمع والحجاب لا راه لا تسروال لا تسروال شو اجيك حسره فينا اجيك حسره فينا شوفوا بشحال دابا قالوا لنا الحوار لقينا داك الحولي اللي وريتكم الاخر اللي عنده النف كحل وجهه ابيض 100 و100 100 ريال و100 درهم والاخرين 130 شكون هذوك اللي مبيوعين هذوك مبيوعين و100 100 و100 ما بغاش يبيعوا عطاوه فيه وما بغاش يبيعوا الحولي اللي كنا كناخذوا ب 60000 ريال عرفتي 60000 ريال اه هذاك 60000 ريال شد شما وهذا الشيء شو حنا غادي ناخذوا انا قد جبنا فراج لا ناخذ بيبي 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 حبيبي اللي خلاني انا نتعذب وهو هاني